هذا السؤال يشاركنا في بداية لمحاولة الإجابة عنه ضيفنا أستاذنا العزيز دكتور أيمن خالد. دكتور أيمن خالد أهلا بك. أهلا ومرحبا أستاذ محمد المحترم وفي قناتكم العزيزة. أرحب بدكتور أيمن خالد. أنا فقط لا أفتح قوس، ولكن هي حقيقة تدفعنا لحقيقة أخرى. دكتور أيمن خالد للتاريخ، وكان آخر قارئ نشرت أخبار في التلفزيون العراقي قبل سقوط بغداد في 2003. واليوم نسأل ونفتقد، ونحن نتابع المشهد نفتقد العراق، ولا أريد أن أقول العراق صدام، ولكن نفتقد العراق الدولة القوية بجيشها بشعبها، الدولة التي كانت إلى حد ما تشكل رقم إقليمي، إن كان الأمريكان أو الغرب أو أي طرف دولي كبير وقوي يقرأ له ألف حساب. اليوم نفتقد العراق، نفتقد سوريا، نفتقد السودان، نفتقد ليبيا. ليست دعوة إلى التحسر على الماضي الديكتاتوريات، ولكن مهما كان هذه الدول كانت إلى حد ما أرقام إقليمية وأرقام قادرة أن تصنع ولو فاصل في المشهد. تفضل دكتور أيمن. شكرا جزيلا أستاذ محمد على الاستضافة، شكرا لمشاهديك الكرام وهم يستمعون إلينا. وفي هذه الأيام الحرجة في تاريخ هذه الأمة، وما تقدمت به أستاذ محمد هو المسألة الطبيعية، لأن ينفرد أو يتفرد الاحتلال الإسرائيلي بأهلنا في غزة أو في رام الله بكل ما تتبعها من مناطق فلسطينية، فالمسألة الطبيعية أن تبدأ الحرب على العراق وإسقاط الدور العراقي وإسقاط الدور السوري وإسقاط الدور الليبي، لأنه لكي تكون الثمرة هو التفرد بأهلنا في غزة. لذلك أنت يعني أصبت الحقيقة، وليس تحسرا بالماضي، ولكن الموضوع مبني على تسلسل تاريخي يعني الكثير بالنسبة لعدونا وبالنسبة لنا، لكي نعرف بأن طبيعة المواجهة مع هذا العدوان هي ليس هي طبيعة مركبة، لا يمكن أن تفصل أستاذ محمد أي ملف عن الملفات الأخرى على الأقل في المحيط العربي دون الانتقال طبعا، وهذا أمر مهم، إلى المحيط الإسلامي، بل هذا من موجبات الأمر، ثم إلى الحالة الإنسانية. لذلك هم يعني أسقطوا وأنهكوا الحقيقة الخط الاستراتيجي الأول أو النطاق الاستراتيجي أو الحزام الاستراتيجي كما يمكن يعني تسميته في علم الاستراتيجي أو في علم يعني الجغرافيا. فبكل الأحوال يعني نحن نعيش فعلا يعني افتقاد للقوة اللي كانت محسوبة أو كانت مؤثرة أو على الأقل كانت معوقة للعمل الإسرائيلي المباشر والمعلن، دون أن يكون هناك الموقف الذي يؤلمنا أن لا يكون موجودا كما رأينا في الفاصل الذي تقدمت به القناة، وهو من واقع الحقيقة، بل هو جزء يسير مما تعرض له الأهل سواء من الأطفال أو النساء أو الشيوخ أو المقاتلين. هي مسألة طبيعية، هناك عملية غير متوازنة تماما بين هذا الهجوم الإرهابي الكبير الذي تقوم به إسرائيل مدعومة طبعا من قوى شر عالمية كبيرة، فكانت هذه هي النتيجة الموجودة. ونحن الآن تنتابنا الحقيقة الإشكالية الكبيرة في عملية التفسير ما يحدث، بل كيفية الوصول إلى أن نكون رقما على الأقل في المعادلة المقبلة. طيب مما يدور قبل أن تجيب لهذه النقطة، كيف ممكن أن يتحول هذا الموقف العربي الرد الفعل الشعبي ثم الحكومي إلى رقم في هذه المعادلة؟ دكتور أيمن، إذن كيف يمكن أن يفعل هذا المزاج وهذا الشعور إلى يتحول رقم في هذه المعادلة؟ كيف؟ شكرا. طبعا يعني الحجم الضغط الموجه الحقيقه على المنظومه العربيه او المنظومه الاسلاميه هو بالطبيعه هو ليس بالقليل، سواء ابتدانا من يعني انظمه الحكم التي لا تستطيع ان تدير نفسها لتدير شعوبها في مثل هذه المرحله، بل هي المتهمه الحقيقيه او الحقيقه بالوقوف حاميا ضد الحراك الثوري، الحراك أو فكرة التحرك الشعبي أو العربي أو حق المقاومة، إسقاط حق المقاومة الذي هو ينهض مع كل احتلال، وهذا من ضمن القوانين الدولية، والذي أسقطه الحكام وأسقطته ما تسمى بالدبلوماسية العربية.
هذا يعني بمعناه أن الشعوب العربية هي محتاجة إلى كثير من الوعي، بل إلى كثير من مواجهة الأفكار التي تبثها هذه الأنظمة المتخاذلة المتراجعة التي تركت هذه الأمة، بل تركت القضية الفلسطينية وهي جوهر الصراع العربي أو جوهر الصراع الإسلامي مع إسرائيل. هذه هي الإشكالية التي نمر بها. أنا أعتقد أنه يعني مع ترسيخ فكرة الوعي تجاه ما يدور، هو موضوع تفعيل الضغط على الأدوات الفاعلة في هذه الأمة. الأمة لديها سلاح، والدليل على ذلك يعني عندما يشاهدون مثلا حراك شعبية معينة أو تعبيرا عن دائرة من دوائر الحرية، تتحرك هذه الجيوش، تتحرك هذه المنظومات التي تدير هذا السلاح الموجود. إذن هناك حالة يعني عدم فهم ما يدور داخل المنطقة العربية. لذلك نحن لا نواجه إسرائيل فقط، نحن نواجه إسرائيل ونواجه من يقف مع إسرائيل على على قول يعني، أو لنقول بكل وضوح يعني بكل وضوح، مواجهة الداخل الآن سيد محمد أصعب من مواجهة العدو المباشر. يعني نحن هنا يعني معارك داخل معارك، ملفات ساخنة داخل ملفات ساخنة موجودة داخل يعني داخل الساحة العربية. لذلك نحن أمام مواجهتين على الأقل، يعني أمام مواجهتين، هي مواجهة الخارج ومواجهة أدوات الضغط الداخلية. نعم، مواجهة قوات الضغط الداخلية، هذه مهم أحيانا حتى مواجهة الخارج. وكأننا نعود إلى سؤال مركزي عرفته السياسة والمشهد السياسي العربي في الستينات والخمسينات، الحرية قبل العدالة من العدالة قبل الحرية، هذا السؤال البعثي المركب أيضا. هل هذه الدول الدكتور أيمن، وأنت أشرت إلى الضغوطات الداخلية، هل هذه الشعوب في حاجة أن تحرر نفسها حتى تصل إلى تحرير فلسطين، أم هي في حاجة أن تجعل بوصلة تحرير فلسطين والباقي ويأتي في الطريق؟ شكرا. طبعا أنا من خلال الاستماع إلى يعني آراء الزملاء والمتابعين الأفاضل، شوف اللي هم ليس في أجندة المنظومة العربية الحاكمة استرداد فلسطين، هي حامية هذه الأنظمة. هي الحقيقة تبين أنه من مسيرة منذ ما بعد الحرب العالمية، نقول العالم الحديث، لأن أنا أعتبره ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى اليوم، صنعت هذه الأنظمة الحقيقة لحماية المنتصر في الحربين، سواء الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية، لكن كل يأتي بها مثلا بصياغة معينة. هذا لا يعني أنه على الإطلاق يعني، لكنه حاولت بعض الأنظمة التفلت من هذا الأمر، لكنها وإن حاولت لكنها تدور ضمن الفكرة في إدارة هذا العالم بهذا الاتجاه. وهم ما يدلنا على ذلك هو أمر مؤلم. شوف يعني القانون الدولي، وضع القانون الدولي بل القانون الجنائي الدولي للجرائم، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، أو الجرائم كما نسميها إحنا يعني في القانون الدولي جرائم العدوان. من حق هذه الدول أن تقيم دعاوى على الأقل ضد من يرتكب هذه الجرائم. المنظومة العربية لم تستطع أن تقدم يعني مذكرة، فقط يعني مذكرة إلى المحكمة الدولية ضد إسرائيل، ما وقفت مع الدول سواء كما يعني جنوب أفريقيا، بوليفيا، إسبانيا، يعني الدول التي وقفت شيئا ما ربما لكي تدفع، أو ما وقفه الأحرار في هذه الدول. وإذا هذه الأمة ليس لها من الحراك أي شيء إلا أنها متلقية للضربات، هي تمتلك ترسانات ضد من يتحدث من هذه الأمة. وأنت سألت سؤال مهم، طبعا لماذا لا تخرج، أو العفو يعني الجامعات، أو أحد المتحدثين طرح هذا الموضوع. ثق لو أنه تحركت الجامعات دون موافقة هذه الأنظمة ليعملون فيها درس أقوى مما فعلته إسرائيل بغزة. إذن هما منظومة مكملة للحراك العالمي الذي يفرض الأجندة. هذه الأنظمة هي نتاج طبيعي للمنتصر في العالم، والمنتصر في العالم توضح بالقطع يعني ليس اسمه، هو من يريد تجير المنطقة، هو من احتل فلسطين، وهو من يريد احتلال المناطق اللي هي حول فلسطين، ومن يقف ضد هذا الموضوع يتعرض إلى ما تعرض له الآن. وخذ نفسه، إحنا الآن اقتربنا من سنة الآن أستاذ محمد، أيام ونقترب من سنة، وجاءت هذه الحرب هي انعطافة على انزلاق معظم الدول العربية في
في في في موضوع التطبيع مع إسرائيل. وقد تكون حتى هذه الحرب، إدارة هذه الحرب بهذا الجرم وبهذه الإشكالية، هو مساعدة هذه الأنظمة التي وصلت إلى مرحلة أيام ما قبل الانزلاق وستنزلق فيها قريبا. إذن هناك مواجهة خطيرة داخل المنطقة العربية، مواجهة مع أحرار الأمة العربية الإسلامية، أحرار الإنسانية، مع دول العدوان، مع دول الجرائم ضد الإنسانية، دول الحرب، جرائم الحرب، دول الجرائم العدوان التي تخضع بالقانون الدولي، يعني ولو كمصطلح، الى المحاسبه الجنائيه. يعني الموضوع هذه السنه استاذ محمد هو تجسيد حقيقي لمفهوم الجريمه، هو تجسيد حقيقي لمفهوم الارهاب، ولذلك المواجهه عنيفه جدا، لانها تدخل في دائره الموت وفي دائره القتل وفي دائره الارهاب. هذا ما يرتكبه الجيش الاسرائيلي وما ترتكبه النظم العربيه او بعض النظم. دكتور ايمن، تقريبا تلتقي مع ما ذكره امس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عندما قال، عندما كر في هذه الكاميرا، عندما قال بان اسرائيل تعاملت كدوله، كتنظيم إرهابي وليس كدولة. أشكرك أستاذ العزيز دكتور أيمن خالد، الباحث في علوم الإعلام والعلاقات الدولية. شكرا دكتور أيمن على كل ما أشرت إليه. مهم جدا بأن أولا الدفع نحو مسار التطبيع لبعض الحكومات، ثم أيضا إلهاء بعض الدول والشعوب بالخلافات الداخلية.